صباح الخير عليك يا مصطفى، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يعني ناس كتير جدا من المصريين بيستخدموا الطريق الدائري بشكل يومي، واللي بيستخدم الطريق الدائري بكل تأكيد هيلاحظ حجم التطوير الكبير اللي بيحصل وهيحصل كمان في الطريق الدائري. والحقيقة إنه الطريق الدائري واحد من أهم الشرايين الحيوية جوه القاهرة الكبرى، ويعني بيربط كل أنحاء القاهرة الكبرى ببعضها. وأعمال التوسعة اللي بتحصل دلوقتي وصلت تقريباً 8 حارات في كل اتجاه علشان تقدر تستوعب أكبر عدد ممكن من السيارات، ويكون في سهولة في الحركة علشان يعني نسهل كده على الناس حياتها، لأنه الزحمة أكيد يعني بتقفل الواحد من أي مشوار رايحه، وخصوصا الطريق الدائري الحقيقة كان يعني أزمة كبيرة بالنسبة لنا كلنا. صحيح، يعني كل الناس ربما في القاهرة الكبرى عارفة قيمة الطريق الدائري كويس جدا، وعارفة أنه هو شريان حياة حقيقي بيربط بين عدد كبير جدا من الأحياء. المجهود كبير وضخم بيتعمل بشكل يومي على الطريق الدائري. القصة يا جماعة بس مش مضاعفة عدد الحارات، لا، كمان أيضا بيتم تركيب منظومة النقل الذكي اللي هيكون فيها كاميرات ورادارات، والأهم من ده كله هو منع أي عوامل خطورة ممكن تحصل على الطريق. يعني مش هيبقى فيه أي مطالع أو منازل عشوائية وناس تطلع عكسي وزي الحاجات اللي كنا بنشوفها كده. هيكون فيه أيضا بدل الميكروباص خط أتوبيسات كهربائي سريع المعروف باسم الأتوبيس الترددي. ده موضوع تاني خالص، ربما شفنا ليه صور في وسائل الإعلام. هيكون هذا الأتوبيس ليه 57 محطة على الطريق الدائري، هيكون مخصص ليه حارتين يمشي فيهم عشان يوفر كل عوامل الأمان للناس اللي هتستقل هذا الأتوبيس بشكل يومي على هذا الطريق المهم. مش بس كده مصطفى، كمان هيكون في يعني إعادة لأنظمة الإنارة على الطريق الدائري، موجود شاشات إلكترونية كمان علشان ننظم مسألة حركة الإعلانات، لأنه كتير بتكون الحقيقة مؤذية بصريا، فمحتاجة إعادة تنظيم. هذه الشاشات كمان هتعرض حالة الطقس والحالة المرورية للطريق الدائري والطرق المحيطة به. كمان الحارات القديمة مش هتتساب، الحارات القديمة هيتم رفع كفاءتها، صيانتها، رصف إعادة رصف لهذه الحارات. كان في سلالم موجودة على الجوانب هتتشال ويتعمل مكانها كباري مشاة، وده شيء مهم جدا لانه لا قدر الله بيكون سبب فيه كتير من الحوادث. خلينا كمان نروح مع حضراتكم للميكروباص. الميكروباص طيب هيروح فين؟ الميكروباص هيمشي لكن تحت الطريق الدائري، لانه هيتم انشاء طريق جديد اسفل الدائري، هيكون عباره عن 3 حارات زي ما يكون كده طريق خدمه هيمشي عليه الميكروباص وكمان الاسعاف والمطافي والسيرفيس بعد ما يتم منعهم من انهم يمشوا على الطريق الدائري، وده بالتاكيد هيكون يعني عامل كبير من عوامل الأمان في الطريق. احنا مستنيين هذا المنظر، اعتقد مصر يعني هتبقى قطعة من اوروبا. القصة دي يا جماعة هتخلي الطريق الدائري اللي شكله كلنا كنا عارفينه هيتغير تماما. لحد دلوقتي تم الانتهاء من اعمال التطوير والتوسعة للمرحلة الاولى اللي هي يعني هتبدا من المريوطية والمنيب لحد مسترد ونزلة اسكندرية الزراعي. دلوقتي شغالين في الجزء اللي من اول نزلة اسكندرية الزراعي ولحد وصلت طريق الواحات. الحقيقة أن الشغل مستمر على مدار اليوم عشان الناس دي ملتزمة بجدول زمني، وعلشان أيضا المواطنين يقدروا أن هم يستخدموا الطريق وده ما يأثرش على حركة المرور. على أي حال كلنا مستنيين هذا التطوير وهذا المنظر اللي هسميه منظر أوروبي، يعني أن هيبقى عندنا أوتوبيس ترددي، هيبقى عندنا طريق 8 حارات في كل اتجاه، حارتين للأوتوبيس الكهربائي. أعتقد أن ده هيبقى يعني طفرة كبيرة جدا ومنظر بكل تأكيد هتؤثر في حياتنا جميعا مسألة التطوير والتوسع اللي بتحصل. صحيح، على الطريق الدائري. بنصبح على حضراتكم في كل مكان، ربنا دايما يصبحكم بالصحة والسعادة، وصباح الخير يا مصر. صحيح.